المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم، والذي نبدأه بهذه البرقية التي بعث بها رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيد الرئيس والأخ العديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الغاشم الذي وقع ضد المصلين في مسجد ببئر العابد بسيناء يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، وأسفر عن مقتل 235 شخصا والعديد من الجرحى. إن هذا الهجوم الفظيع المخطط من قبل الظلام المعتصبين وأعداء السلام ضد أماكن العبادة يهدف إلى خلق رعب في أوساط المواطنين العزل وإفساد التماسك الاجتماعي للشعب المصري الشقيق. وفي هذا الظرف الأليم لكم والأمة المصرية بأكملها، أتقدم إليكم باسم الشعب التشادي والحكومة وباسم شخصيا بتعذينا الحارة، وإذ ندين بشدة هذا العمل الشنيع الهمجي والخسيس، أعرب لكم عن تضامننا وخالص تعاطفنا معكم ومع الشعب المصري الشقيق، متمنين للجرحى الشفاء العاجل. أرجو منكم السيد الرئيس والأخ العزيز أن تقبلوا خالص تقديرنا الأخوي إدريس ديبي تنو رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة.